السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش مواعيدك يعني جاي بدري؟ حماتك بتحبك النهاردة ولا ايه؟ اكيد النهاردة فعلا بتحبني. اتفضلوا اتفضلوا. انت معاك ضيوف ولا ايه؟ لا هما مش ضيوف. اتفضلوا. ايه يا جماعة انتوا اغرابوا؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا بنت اختي؟ ازيك يا خالي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا رضا؟ اهلا. ازيك يا خالي؟ ازيك يا هناء؟ وحشتيني قوي. معلش يا حبيبتي يدي مش فاضيه فيها الزفر. يلا يلا على الوكله على طول. حماتكم بتحبكم. تحبنا بقى ولا تكرهنا ما عادش مهم، كله محصل بعضه. اتطلقت؟ اتطلقت ورجعت يا بابا. مين اللي قالك؟ هي بنفسها اللي قالت لي. هي هتخبي ليه يعني؟ عشان ايديها. البيه راح على المطار، يبقى كان عارف ولا ايه؟ هو هيعرف منين بس يا بابا؟ امال ساب الدنيا والشركه والشغل وطار على المطار ليه؟ ما ترد يا دكتور. اصل حضرتك عارف اجابه السؤال ده اكتر مني. لا سؤال ولا جواب. انا عارفه لما يروح المطار ويجيبها على هنا على طول يبقى كان عارف. عموما يا بابا مساله الواجب دي ملهاش دعوه، احنا بيتنا مفتوح للكل. انا مش بتكلم عن كده، انا بكلم عن البيه اللي راح سكيت من غير ما يقول ولا يعيد. هم قالوا ان هم هيروحوا شقتهم يودوا الشنط وبعد كده يفوتوا على عمامي وبعدين يسافروا لعمتي. يسافروا لها ليه؟ يغموها؟ هتقول لعمتك ايه؟ اتطلقت. عن اذنك يا بابا. اتفضل. شكرا. تحبوا سكر قد ايه؟ المعقول. المعقول ده معلقتين يعني؟ يعني معلقتين ونص. والاستاذه هناء؟ زي رضا. من شبه اخاه فما ظلم. يعني هو ممكن يمشي المعنى برضه. وحضرتك طبعا زي الاستاذه هناء. طبعا. من شبه ايه بقى؟ من شبه بنت عمته. ده انت لو كنت شبه هناء كنت بقيت قمر. مش للدرجه دي، ما هو برضه قمر. ده قمر صناعي. لا قمر 14. ممكن اعمل تليفون؟ طبعا طبعا. دي عايزه استاذني هناء. اتفضلي اتفضلي. هتكلمي خالك المنشاوي تاني ولا هتكلمي خالك زين؟ لا هكلم ماما في سوهاج. انت عارفه الكود نمبر؟ طبعا. ما انا كل اسبوع كنت بكلمها علشان اطمنها. دلوقتي طبعا لازم اطمنها ان انا وصلت. هتكلم والدتك يا هناء؟ ايوه يا خالي، وجدتي كمان عشان اطمنهم. قولي لهم ان جايه زياره. واحده واحده يا بنتي. ولا هي امك تعرف اني جايه هنا على طول؟ لا انا لسه ما قلتلهاش. يبقى ما تقوليش دلوقتي، لما توصل هناك بالسلامه الكلام يبقى له شكل تاني. حاضر حاضر يا خالي. كل حاجة لازم تبقى بالعقل. جرز ومحدش لسه رد. يا فاطمة يا مشلبي، رد على التلفون يا فاطمة. ايوه ياما، حال حاجة اهو. يا رب ما ينجتحش. الو هناء، ازيك يا هناء؟ عاملة ايه يا بنتي؟ دي هناء ياما. هناء رجعت مصر. الو ايوه يا هناء، رضا جه معاكي؟ ما قلتليش ليه يا بنتي انك راجعه؟ راجعه في اجازه؟ والاجازه بتاعتك قد ايه؟ الو سامعاني يا هناء؟ ايوه يا ماما، اجازه طويله حبتين. انا بكلمك من عند خالي ابو وجيه. ما هو وجيه هو اللي جه خدنا من المطار. فوزي؟ ايوه فوزي كويس. لا ما هو ما جاش معانا يا ماما، عنده ظروف يعني. الشغل الشغل. قولي لها خالي عاوز يكلم. خالي معاكي. يا فاطمه انا بواجيه، ازيك عامله ايه؟ لا هناء بخير ورضا اهو معاه. لا انا اللي قلت لها التليفون عاوز اكلم. ميتك كيفها؟ ازيها مرحي؟ اديها انا اكلمها. بده يكلمك. مين اللي بده يكلمني؟ ابو وجيه. رحيم يا رحيم يا ولدي، كيفك وكيف ولادك؟ بخير الحمد لله. راجعين ليه هناء ورضا؟ فاطمه مالها امال؟ قلبي مش مرتاح يامبا. ولادي يرجعوا في ليله واحده وبنتي ترجع من غير جوزها ليه؟ طولي بالك يا فاطمه، عايزه اسمع. ايوه يا رحيم. ايوه يا ابني. الدنيا هناء
راحت فين؟ مع شادية. طب الدنيا رضا قولي لي يجي دلوقت. ايوه يا رضا. هاتي يما هاتي يما التليفون. الو ايوه يا رضا في ايه؟ قلبي مش مرتاح يا ولدي، بدي تيجوا. ازاي يا ولدي تروحوا عند خالكم ابو وجيه وتمد يدكم في لقمته؟ اوعى امسك فيكم وتقعدوا. روحوا عند خالكم منشاوي. اسمع من بدري الصبح تيجوا، اما جيلكم دلوقت. لا 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 ملوش لازمه يا ام رضا. حاضر حاضر يا امي، احنا جايين. ما احنا لازم نيجي، انت وحشتينا وجدتي وحشتنا قوي. لا 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 لو عايزانا نيجي دلوقتي احنا ممكن نيجي، بس نعدي نودي الحاجه الشقه الاول وبعدين نعدي على اخوالي نسلم عليهم. قول لهم طيب خلي معاك اهو. يا فاطمه اسمعيني، ولادك بخير يا ستي، انا هوصلهم بكره ان شاء الله هيوصلوا عندك بالسلام. لسه ولا شاف اخوالهم ولا سلموا عليهم ولا خال فيهم، حتى المنشاوي اللي بعت لهم العربيه المطار، العربيه واقفه بره اهي مستنياهم، هتاخدهم توصلهم ليه.